بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على كل الأنحاء. في كمان النهاردة نشاط للرياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، يا ريت تطمنينا عن أحوال الجو النهاردة، خاصة إن إحنا يعني كان في ارتفاع شديد في درجات الحرارة الفترة اللي فاتت، ومتوقع يعني برضو إن لسه موجة الحر مكملة معانا، وإن في كمان شبورة الصبح، فيا ريت حضرتك تقول لنا التفاصيل. بالفعل هو طبعا في استمرار لارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط بتؤدي لي يعني تعديل في قيم درجات الحرارة، لكن بتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فده بيؤدي لي ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. كمان في طبقات الجو العليا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، يعني كمية أشعة بتوصل الأرض بالشكل الكبير، بالإضافة كمان بيحبس الرطوبة وأي ملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد على ارتفاع درجات الحرارة. فإحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، فده بيؤدي لمزيد من الإحساس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وبالفعل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. بدأنا موجة ارتفاع درجات الحرارة دي الخميس الماضي ومكملة معانا على مدار هذا الأسبوع، ممكن كمان مكملة معانا على مدار الأسبوع القادم. وطبعا ده مش الطبيعي إن احنا نستمر في ارتفاعات طويلة في درجات الحرارة لمدة طويلة. أجواء فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة رطبة في معظم أنحاء الجمهورية، عظمى على القاهرة اليوم متوقع إن هي تكون 38 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المقاسة في الظل. المحسوسة اللي احنا هنحسها نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة توصل ل 40 و41 درجة مئوية، ويمكن كمان مع التعرض المباشر لأشعة الشمس نحس بقيم درجات حرارة أعلى من كده. خلال فترات الليل وخاصة مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن خلال هذه الأيام كمان في هدوء نسبي للرياح في معظم المناطق. هدوء سرعات الرياح ده يخلينا نحس بنسب الرطوبة فترات الليل، فاحنا كمان فترات الليل حاسين ان الأجواء أصبحت أجواء فيها يعني بعض الخنقة وبعض ارتفاع في درجات الحرارة، لأن احنا في رطوبة كتير فترات الليل فبنحس أكثر بارتفاع درجات الحرارة فترات الليل، لكن يعني الجو بيكون معتدل نوعاً ما فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية. كمان متوقع تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، يعني هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يمكن النهارده تلاشت من على أغلب الطرق مع الساعة 7 صباحا، لكن متوقع استمرار تكونها خلال الأيام المقبلة. فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على طرق يغموا بالهم، هي ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المرور، لكن معها طبعا انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. زي ما بنأكد إن موجة ارتفاع في درجات الحرارة يمكن العالم كله بيشهدها وجمهورية مصر العربية كمان بتشهدها مستمرة معانا للأسبوع القادم، فلازم ناخد بالنا بقدر الإمكان ناخد احتياطاتنا عشان ما تأثرش بيها بشكل سلبي. وأهمهم وأهم احتياط إن احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 3 أو 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. فبقدر الإمكان لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، وما أقفش فترات طويلة تحت أشعة الشمس. ونشرب مية كتير أكيد طبعا علشان ارتفاع درجات الحرارة دي طبعا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكر جزيل لحضرتك. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 39-26، الإسكندرية 33-24 والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 32-25 ودمياط العظمى 35 والصغرى 27، في بورسعيد 35-25 وفي الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 26. نروح للسويس، العظمى هناك 39 والصغرى 27، في العريش 36-25،
كاترين العظمى فيها 37 والصغرى 18 وطوبة 38 27 حلايب 37 29 وشلاتين 39 27 شرم الشيخ 42 29 والغردقة 42 28 في الفيوم العظمى 40 والصغرى 26 وفي بني سويف 40 27 الوادي الجديد 45 28 واسيوط 42 27 في سوهاج العظمى 42 والصغرى 27 وفي قنا 43 29 الاقصر 43 30 واسوان 44 30 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية دلوقتي لمنة وعبد الصمد ومتابعة أهم الأخبار النهاردة. عودة ليكوا تاني. شكرا لك يا هلا والشكر موصول لدكتورة منار غانم. شكرا.